9/6 ما قبل وما بعد. ف9/6 هو تاريخ زواج حضرتك، لكن أنا ما أريد أتحدث عن الزواج، أنا أريد أتحدث عن قصة الارتباط من اللحظة الأولى. شلون تعرفتي على أبو نور؟ خلينا نرجع للقاء الأول. أول لقاء كان بيناتكم، شلون صار الإعجاب، شلون صار مع أبو نور؟ شوف أستاذ محمد اللي منطيك المعلومات، يعني هذا كلش خبير. أوكي. بالحقيقة يعني الارتباط بأبو نور وتعرفي عليه هو أنا اللي تعرفت عليه. أنت بادرتي على قولتي، أنا اللي زحفت. أنا زحفت. كان أكو مهرجان، أنا لو أدري يعني أكو، كان محتفظة أنا بالمنهاج الحفل اللي أول يوم التقيت به بأبو نور. حلو، وين كان هذا؟ بأي مكان؟ بكلية التربية. بكلية التربية. كان أكو الدكتور هاشم العقابي أستاذنا وزملاء بعد ويانا. نعم. موجودين بهذا الحفل، الدكتور كريم شغيدل. كانت أكو مجموعة من الشعراء جايين. أيوه. وواحدة من القصائد اللي ألقيت بهذا الحفل هي قصيدة أبو نور. كانت من صدق من أجمل القصائد والله، يعني مو لأن هو أبو نور. اللي هي؟ القصيدة بوقتها كانت هجوم على الهجوم بوقتها، يعني بالثمانينات. أوكي. فكانت قصيدته كلش حلوة. فديوم إحنا بالكلية، أبو نور شنو كان طبعه؟ يكمل المحاضرات ويروح لهله، يطلع، ما يبقى، ما عنده لقاء، ما عنده علاقات، ما عنده لا لا صداقة. لا علاقة ولا صداقة ولا عند أحد. فديوم هو واقف يم الدكتور كريم شغيد الصديقة. جيت أنا مريت وشفناه واقف مجموعة من الزملاء، فأني من دون الكل رأساً قلت له شنو هاي؟ شلون قصيدة؟ أشتدك؟ تهيج أنت ما أدري شنو؟ جيتي تتغزلين بي؟ إي إي قلت لك أنا اللي أنت اللي بعدك علي الرجال. إي رجال والله فقير بس البلا من عندي. فقلت له يا قصيدتك حلوة، فهو يعني ما استقبل الموضوع، إيش حال يعني معجبة عادية. شكراً رحم الله والديك. ما بادرت نفس الشعور. من اللي نبه على الموضوع؟ الدكتور هاشم العقابي. كل ما أشوفه قلت له هذا الولد الشاعر وينه؟ فقال لي هذا خطيه، خلص محاضرته وروح له. قد كان عمرك؟ قد كان عمره؟ يعني صف ثاني كلية، بس أول كلية العفو، يعني 19 سنة. 19 هيك. إي فقال لي هذا يخلص دوامه ويروح. أوكي. فايش قايل له هو بعدين؟ قال لي اقول لك هاي البنيه وايد تسال عليك. ايه؟ قال لي خل تروح شنو يعني؟ ايه؟ ما ود تروح، انا بحال بنيه بحال. ايه؟ هذا مره ثانيه تكيفتي انه هو ما عنده علاقات وما عنده. اي اي فانا قلبي بارد همسين. ايه؟ الحمد لله مطمئنه. فديوم بالعطله انا جاي اريد اسلم الكتب مالتي مال هذا العطله مال الاول، لا اسلم الكتب مال على مود استلم النتيجه. فهو جاي يعني جاي ويا صديقه، وانا شفته ادور عليه هذا بالسما لقيته بالقاع. أيامة. يا معود صدق. أيه. سلمت عليه، شو هو مستقبل الموضوع بحراره وسلام وشلونك وما ادري شنو هذا. فمن قلت شو تسوي جاي؟ قلت له والله سلم كتب. قال يلا مشان وياك. فمن هذاك اليوم هو صار اللقاء ابو نور، هذا اللقاء الاول. اي بس يعني سلام يعني. اوكي. فهو وين بيتهم؟ بيتهم مدينه الصدر. وحضرتك؟ احنا بالحريه. بالحريه اكو مسافه كلش بعيد. اي فهاي عطله، زين هاي العطله راح شو وقت بدي السنة على مود أشوفه. إيه. ما عندي إلا لا تليفون لا شيء. كل شيء هذا الأرضي أبو. زين أنا بال يمه هذا الولد شلون راح أشوفه؟ إيه. وين بيت أختي؟ بيت أختي بمدينة الصدر. إيه. فأمي شو تقول؟ خطية من تودي الغراض لأمي هاب؟ أقولها أنا. أنت. إيه. أقول أنا شعب بالي مدينة الصدر صغيرة، أختي بيتهم وين؟ بالداخل. هو بيتهم بالشوادر كبيرة مدينة الصدر يعني سكانها. فأصعد بالسيارة أروح لأختي أبا منها ومنها، أقول بلكي أشوفه واروح وارجع كل شيء ماكو. بيتهم بغير مكان يعني بغير جهه، صعب توصلي له. اي بعدين من بدات السنه اعترفت له، قال لي صدق كذب. ايه؟ غير تقولين، وانا هم اسال عليك بس ما اعرف شلون. لا هو يقدر يوصل لك ولا. ايه؟ انت. فبعدين هي من الثاني كلية لا بدات العلاقه. زي. وبعدين صارت قعدتوا اول جلسه. اي صارت هنا كان تبادل الاعجاب. اي هذا هسه مو انا اللي زحفت عليه بقى. ايه؟ سويت